عند المستخلصات بقى خير البر عاجله. ها على فكره اللي كان هيمضي المستخلصات دي امين المخازن اللي جاي بعدها، بس انا كنت متاكد انك انت جاي. انت ما انتش هتبل علشان تسيب 2 مليون جنيه، وانا برضه مش هتبل عشان اشك انك انت ما انتش جاي. اتفضل. هو انت قلت لي انا هاخد كام سنه يا بيه؟ عمرهم ما هيزيدوا عن سنتين. انت هتنكر واحنا هنقول ده اشرف راجل في الدنيا، ده احنا كنا هنعمل له حفل التكريم، هنكرمه لانه الموظف المثالي على الشركه دي كلها. انضم بقى. خلي القلم هديه بالمناسبه الجميله دي. لا مش هفهم. انت كده استلمت الطلبية 10 مليون جنيه، الفلوس هتوصلك الأسبوع الجاي بكرتونتين صغيرين كده، كل كرتونة قد كرتونة الصابون. وأنا استلمهم إزاي بقى؟ عربية نص نقل هتقابلك. هتشيل الفلوس فين؟ هتشيل الفلوس فين يا زهرة؟ ما أنا لسه ما أعرفش يا بيه. طيب لما تعرف بقول، العربية هتوصل لك لحد المكان اللي أنت عايزه. أنا عموم لسه قدامي أسبوع 10 أيام أكون دبرت حالي. تكون سلمت المخازن وأكون أنا كمان بلغت، هيسألوك هتقول إيه؟ أول حاجة اتسرقت أنا معرفش فين. هيصدقوك بالكتير هيشوك. إحنا كلنا هنقف معاك، وبعدين ملفك هيزكيك. معقول موظف عمره في حياته ما خد يوم واحد جزء يبديله يسرق 10 مليون جنيه؟ بس خد بالك انت هتحتاج محامي شاطر قوي. عندي يا بيه اخو الاستاذه مديحه محامي شاطر جدا في اسكندريه. تبقى اتحلت يا عم شهر، الله ملف القضيه هيبقى في جنايات اسكندريه. استغفر الله العظيم يا رب. انا راجل صاحب عيل والحال زي ما انت شايف نهايته. يا ندى انا قلبي مش مطمن، ابوك اتاخر قوي. يا ماما لازم راح مع اصحابه. اصحابه فين بس؟ لا هو هي ما عليهاش حد، ابوكي نازل شايط، حد يقول الكلام اللي انتوا قلتوه ده؟ يا ماما بابا بيحبنا نتكلم معاه بصراحه، ديمقراطي وحضرتك عارفه. ديمقراطي؟ مش عارفه اسلام بيجيب الكلام الكبير ده منين. اهو جه الحمد لله. يا ولاد يا ولاد. يا ماما ابوكوا طالع، يلا تاسفوا له على الكلام اللي انتوا قلتوه. يا اسلام ابوك طالع ومصالحه بكلمتين وطيب خاطره قدام اخواتك. الله ما ترد عليا يا اسلام. مالك يا ابني؟ ماما انا عارف اني جرحت بابا، بس والله يا ماما ما كانش قصدي. ابوك ما يستاهلش منك كده، ده عمره ما جرحكم، حارم نفسه عشان ما يحرمكوش، واخرتها كده. خلاص يا ماما انا اقوم اصالحه واتاسف له. بابا. هيا بابا. كل ده يا بابا كنا هنموت عليك قلق. يا بابا تعالى. ايه ده؟ عمال ايه يا بابا؟ انت متعور؟ ايه ده بابا؟ انت وقعت ولا ايه؟ حصل لك ايه يا بابا؟ انا انت متعور يا بابا؟ انا كويس مفيش حاجه، ده وقعه خفيفه كده. بابا انا اسف يا بابا، انا السبب، انا اسف. يا حبيبي انت مالكش دعوه، انا ما كنتش واخد بالي بس. هاتي قطن بسرعه ولا حاجه يا ندى.